مرحبا يا أصدقائي، رجعت بفيديو جديد. اليوم راح نتحدث فيه عن نظام القياس في آلة الخراطة. يا أصدقائي، نظام القياس في آلة الخراطة أو ماكينات الخراطة هي نوعين، تنقسم إلى نوعين. عندنا النظام المتري ونظام البوصة أو الإنش. عندنا كودين هن G20 وG21. G20 أي يستخدم تحويل نظام القياس في الآلة إلى الإنش. بالG20 راح يستعمل تكون الأبعاد والقياس في الماكينة بالإنش. أما الكود G21، G21 راح تكون متري، أي الأبعاد راح تكون بالمليمتر في الماكينة. فعندنا هون بالماكينة الخراطة قلنا نوعين، هي المتري أو الإنش. G20 الإنش والG21 المتري. عند كتابة البرنامج، نحن بالعادة لما نكتب البرنامج قلنا بأول أسطر سواء نقوم بترحيل أو نقل صفر الماكينة إلى مكان ما طريق G54 مثلا، نكتب النقطة اللي نحن بدنا نوصلها. بعدين راح نكتب تحديد سرعة الدوران مثلا G67 S1000 اتجاه دوران الظرف M03. بعدين هون راح نجي يعني قبل ما نعطيها اي ابعاد او اي شيء، لازم نحدد نظام القياس في الماكينة هي متري ولا انش. لهيك راح نكتب هون مثلا على سبيل المثال G21. G21 اي حولنا نظام القياس في الماكينة الى المتري. هيك بنكمل البرنامج. يعني في بداية البرنامج بدنا نحدد نظام القياس في الماكينة، هل هو متري ام انش. يعني بالحالات العادية او الستاندر اكثر ماكينات الخراطة هي بتجي متري، مليمتر.